مثل علي بن علي انه كان ناويين مثلا يبنوا برج وكان لازم هو مضطر يحط شيك ب40 مليون. هذا المبلغ مبلغ از سيكيورتي تشيك مش للدفع. هو بعد اسبوع راح قدموا ضده 40 مليون مقابل شراء ارض ومكتوب في العقد. لما رحنا المحكمة قلنا لها هذا كان عقد، كان شيك ضمان، والشيك الضمان ما ينقبل كشيك عادي.